حضرتكم اليوم لقلب ستة سعود. قلب ستة سعود هو شريط سينمائي المنتج ديالنا السيد ريش حسان، فشيء جميل جدا ملي شفنا النجاح الاول ديال الاخوان. دابا كنشوفوا النجاح الكبير اللي حققوا قبل ما يكون العرض، وهو الحضور الكبير الحمد لله ديال رجال الصحافه والاعلام، ديال الفنانين، ديال السياسيين، ديال الرياضيين. فنتمنوا خير ان شاء الله السينما المغربيه، وهذه نهضه كبيره اللي في المغرب الحمد لله في السينما المغربيه. وكيعجبني ملي كنجي للقاعات السينمائيه في المغرب وكنلقى افلام سينمائيه مغربيه 100% باش المغاربه كلهم الفنانين يتحركوا ان شاء الله. وغنشوفوا نخبه من فنانين يعني بحال محمد الجم، بحال نزار الكراكي، هذوك مدرسه كبيره. ملي ذكرت لي سيدي محمد الجم ولا الاخت نزار الكراكي ولا السي عجيل ولا عاطير ولا المنياري ولا نخبه ديال الفنانين اللي مجموعين في هذا الشريط هذه، يعني كنا كنقولوا بعض المخرجين او بعض المنتجين كيبقاو منحكرين على الممثلين ديال الدار البيضاء، فهذا نقطه زوينه اللي خداها المنتج تريش حسان، خاد ما بين كازا وما بين الرباط. يعني هذا الشيء ان شاء الله غيكون واحد الشريط سينمائي في المستوى ان شاء الله. قلب ستة سعود إضافة اللي غيعطي سعد المجرد قلب ستة سعد المجرد كيبقى يعني فنان وصل للعالمية، والإضافة ديالو هو بأن أول شريط سينمائي كيشارك فيه، وجميل جدا من نشوفوا سعد المجرد في مثل الأشرطة المغربية. فنتمنى حظ موفق إن شاء الله، وأنا جيت وفرحان بزاف لأن شفت خوتي وعائلتي هنا في ميغاراما جايين فرحانين باش يشوفوا هذا الشريط هذا، وكيسولوا وقتاش غيكون العرض الأول. العرض الأول غيكون غدا إن شاء الله في ميغاراما. وقلب ستة.